مين اكتر حد بتشوفه شبهك في الملعب بعد ما اعتزلت؟ اكتر حد شبهك في الملعب او شخصيتك في الملعب؟ يعني مش عارف قوي، في ناس كتير احسن مني بالتاكيد يعني، لكن ممكن اقول لك كان مين بيعجبني. مين؟ كان بيعجبني علاء مهيب جدا جدا، كان بيعجبني محمد بركات جدا يعني، يمكن دول قريبين في البوزيشن اللي كنت بلعبه، كان بيعجبوني جدا يعني. كان اقرب حد ليك مين وانت بتلعب من اللعيبه او حتى لحد دلوقتي ليكوا علاقه ببعض؟ الناس اللي في سنك يمكن، طبعا اعتز جدا بوليد صلاح وعلي خشبه واحمد فوزي واحمد عبد الظاهر ومنتخب الشباب كله يعني. قرار الاعتزال في السن الصغير قوي ده كان فكرت فيه ازاي ولا جه ازاي؟ ما طولتش فيه خالص يعني، انا فاكر كويس قوي يعني يوم خلاص اتجهت وارتحت للموضوع يعني، مش هتكذب على نفسك يعني، انت حاسس ان انت في حاجه ناقصه، في حاجه مختلفه، في حاجه مش انت يعني، مش قادر تعمل حاجات كنت بتقدر تعملها، حاجات بدات تبقى ضعيفه عندك وقليله جدا، سرعات الالتحامات. الطب وقتها ما كانش يعني، لو نفس الاصابه دلوقتي كان ممكن الدنيا تمشي الله اعلم، مش عارف. بس انا حاولت كتير جدا، انا حاولت وانا مش شخص يعني بفقد الامل بسهوله، لا خالص بالعكس، انا عندي امل طول عمري يعني، حتى لو فاضل دقيقتين ثلاثه وانا مغلوب 1-0 ولا حاجه، برسم سيناريو ان هيتعادل دلوقتي وهيتحسب 4 دقائق وهنكسب يعني. يعني دايما ببقى عامل طاقه ايجابيه، مش من الناس اللي هي يعني خلاص وانا قلت لكم وانا، لا 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 خالص. بس انا حاولت، يمكن كانت اكبر مني، كانت اقوى مني الاصابات دي. انا كنت باجي هنا النادي فتره من الفترات امتدت لحوالي 2.5 سنين ولا 3، كنت باجي الساعه 5 الصبح يعني. كان عندنا دكتور علاج طبيعي الله يمسيه بالخير، مش عارف هو فين دلوقتي، لكن متهيألي في كندا، متهيألي يعني، كان اسمه رأفت. انه ما قصرتش، انت حاولت لحد الاخر انه انا كنت عادي بعدي عليه في البيت بعد صلاه الفجر، ونيجي انا وهو النادي هنا عشان نفضل نشتغل حوالي 4 ساعات او 4 ساعات ونص لحد ما التمرين يبدا. ما قصرتش خالص خالص، لكن كان حكمه ربنا وتقديره ان خلاص يعني، وقدره ان انت خلاص الفتره مين دي. مين اللي استشرته بقى في القرار ده، او خدت رايه هو اللي شجعك؟ لا بطل، مره كنا جايين من كاس العالم للانديه، وكان عندي قد ايه؟ كان عندي 18 2005 سنة. 2005 يعني، انا مواليد 77 يعني، انت بتتكلمي كاس العالم للانديه كان بيتلعب مثلا في اواخر ديسمبر اوائل يناير يعني، تقريبا كم سنه، 28 سنه كده، 27 28. اه لقيت استاذ ابراهيم المنيسي كان معايا على الطياره، فلقيته قال لي بطل. كانت بالنسبه لي صعبه جدا، واحد ده قمة النضوج اصلا بتبقى في المرحلة من 24 لحد 30 يعني، انت بتتكلم في ايه؟ خدت الكلام بزعل كده في شوية، وبعد كده بدأت افكر واقارن واحسب واعمل يعني نوع من في الاخر شوية نقط هيساوي ايه في الاخر يعني، فلقيت ان الموضوع صعب عليا جدا، وخدت القرار وما ندمتش عليه بالعكس يعني. قلت له ايه ساعتها؟ لا يعني انا بسمع، سمعت اتخضيت، سمعت الكلمة الأولى، يمكن بقية الكلام ما سمعتوش خالص يعني، من كتر ما أنا بفكر ما سمعتش بقية الكلام، لكن الطلعة الأولى هي اللي كانت موجودة يعني. وبعد كده بقى يعني سافرت السعودية، لعبت في نادي الوحدة 3 شهور، يمكن واحدة من الأسباب برضو اللي خليتني خلاص خدت القرار، لأن أنا بدأت أشارك، فالمشاركة خلتني موجود في الملعب في استمرارية، فمش قادر مش حاسس إن أنت هتبقى زي ما مش قادر إن أنت تعمل حاجة أنت كنت بتعرف تعملها، كانت سهلة بالنسبة لك جدا، أمره بقى صعب في كل حاجة، الحركة، الجري، التمرين، الماتشات، خلاص يعني. فكرت وقتها تعمل إيه؟ ولا أنا هبطل وأشوف بقى الدنيا هتمشي إزاي؟ يعني في بيروح للإدارة، في بيروح لأن هو يبقى مدرب، أنت كمان صدقني والله لو قلت لك إن أنا عمري ما خططت ده يعني، زي ما قلت لك في بداياتي حتى في النهايات بتاع الكورة ما بتفكرش لقدام يعني، أنا دلوقتي قادر أعمل إيه وفين وخلاص بالظبط كده، أنا في الحتة دي إيه؟ فبحاول أتميز فيها جدا. يعني حتى مش قادر ابطل وابقى اشوف بقى. حتى لما اشتغلت في الجزء الاعلامي، انا مش خريج كليه اعلام، انا خريج كليه تربيه. كنت اقول لك تربيه رياضيه قسم تدريب. اه صح؟ فيعني ده بتاهل نفسك تبقى مدرب. مش علاقه خالص بالاداره. ايه بقى، ليه الاداره؟ وليه الاعلام اصلا في الاول؟ هقول لك برضه، يمكن اول ما بطلت او في اتجاه خلاص ان انا هاخد القرار ان انا ابطل، كنت حابب اطلع بره الكوره خالص. يعني كان اتجاهي ان انا اشوف اي حاجه ممكن اعملها بره الكوره النهائي. يعني ما جاتش، مش مستهوياني قوي فكره ان انت تبقى مدرب او تبقى في الحته الاداريه. بس انا عندي ودن كويسه بتسمع.
يعني عندي ناس باخد رأيها شوية. ف كان يوم جمعة زي اليوم اللي احنا فيه ده، ف قايم من النوم لقيت كابتن محمد رمضان بيكلمني. علاقتي بكابتن محمد رمضان ما كانتش علاقة قوية قوي، لكن يعني بخش الاقيه بيعمل جلسة فاتكلم معاه شوية بس يعني. فقال لي احنا بنعمل أكاديمية الأهلي، يعني كانت في المنصورة. في المنصورة، وحابب ان انت تبقى موجود معايا. قلت له طب يعني لسه، احنا لسه بدري شويه، خليني انام شويه وبعد كده ايه اصحى اكلمك. قابلته اتغدينا مع بعض هنا في النادي، وبعد كده بدا يتكلم معايا. خدت الموضوع قعدت يومين ثلاثه كده افكر فيه، وبعدين قلت طيب ماشي. اشتغلت في المنصوره، وبرده من الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لي الصف اللي كان معايا، كانت ناس بشكرهم جدا عليه يعني، ساعدوني جدا على النجاح. شغل حبيته شويه، وبدات يعني اشغل نفسي، يشغلني جدا جدا تفاصيله واهميته واحداثه ويومه ومن اوله لاخره والمشاكل اللي فيه، وبتحاول تحلها بكل تركيز وما تسيبش اي حاجه صغيره. حبيت الحته الاداريه اللي كانت في الاكاديميه. وبعدين تاني سنه اشتغلت نائب لكابتن محمد رمضان، وبعدين لقيت كابتن خطيب وكابتن حسن وكابتن طارق سليم كانوا في لجنه الكوره. لقيتهم كابتن خطيب بيكلمني على كابتن حسن على فكره ان انا ابقى منسق، فدخلت مع ناس يعني هم اساتذه في الحته الاداريه، اتعلمت حاجات كتير جدا. وبعدين مين اكتر حد اتاثرت بيه؟ هم الثلاثه دول يعني، كابتن خطيب وكابتن حسن وكابتن طارق سليم على مستوى اداره الكوره في النادي.